السلامة أختي. لاباس؟ الحمد لله عايشة ربي بفضلك. خدم لنا روحك. رفيق بن يحيى، نخدم عاون حراسة سكريتي. هنا تغربت برشا، تحرقت أربع مرات، معناها مشيت برا وما سهلش ربي، فهمتني ولا ورجعوني وكذا. وتغربت معناها مشيت السوسة، حمامات، نابل، جربة، مستير، معناها مشيت معناها بايس بعاد. خدمت معناها في الولايات نتاع تونس. سعيد خدمت في الولايات نتاع تونس، خدمت في الدار الجربة، خدمت في روتانا، خدمت في القصر، فهمني، كتاب المكتوب، عرست جربة. في جربة. في جربة، مرتي جربية. جربية. عرست جبز صغار الحمد لله، فضل ما عند ربي، بنيت دار كذا، صقريت كذا. قداش عمرك توا؟ عمري 28 توا، 28 سنة. ما شاء الله عملت برشا تجارب. عملت برشا تجارب وفهمتني الحمد لله، معناها وجعت تونس وخدمت في تونس ونخدم الحمد لله، معناها كل شيء فضل ما عند ربي سبحانه وتعالى. معناها الحمد لله. أربع مرات حرقت وقتاش؟ قبل العرس؟ اي قبل العرس حرقت، فهمتني قبل العرس. مازلت صغيرة برشا معناها كي حرقت؟ عرست عمري، حرقت عمري 19 سنة. أول مرة؟ أول مرة حرقت أربع سنين، فهمتني. بون سنت اما اشتر وصله ما وصلتهاش، فهمتني، قريب نحنا نخرتوا، فهمتني، ووقفونا، فهمتني، رجعنا معناها توقفت، عديت ربتي وكذا، توقفت فهمتني، ورجعنا معناها هنا، رجعنا معناها وكا، وانا حاشي بشيء، يحب حاجه برك، فهمتني. يعني الاربع مرات ترجع فيهم؟ اربع مرات رجعت فيهم، هاي فهمتني، دفعت معناها فلوس وكذا، وما سهلش ربي، قريب 30 مليون انا دفعهم، فلوسي انا خاصه في الحرقات هذوما. اربع مرات 30 مليون دفعهم، فهمتني، وما سهرش ربي وكذا، فهمتني. جاد عكست فيها العزيزه، قالت لي ودي انا اخويا مش راضي عليك تعاود تحرق، وعندي بروجرام باش عاود نحرق تو، فهمتني، مش تو معناها خير نركح البيت شويه وكذا، وبعد باش نكسر ربي باش نحرق. رغم قالت لك مانيش باش نرضى عليك. هي سي نورمال، قالت لي مش راضي عليك خاطر كنت عاود تحرق مره اخرى. اما تو راهي ماهيش كيما قبل، تو انت بصغارك وبمرتك. هي تو ديجا صحيح كلامك، انت عندي صغار وعندي مرتي، وديجا كل حد تو فارقه روحك وحد مشاها روحه، فهمتني، ومعناها وكاو معناها، فهمت كيفاش. ودونك انا تو مش نطر مع انت. فرقت مع مرتك؟ فرقت اي من 2019 فرقت انا وياها. يا اخي انت وقتاش عرست؟ انا فرسك 2020، انا عرست 26. معناها عرست 2020 وطلقت 2019. اي مازلت مش مطلقين، نحن مازلنا تو. ما تجيش راهو. اي نحن مازلنا مش مطلقين، اما هي في شيرة وانا في شيرة، ديجا مازلت عزمتي انا، فهمني. وشكيت وقتاش تزوجت؟ انا تزوجت 26 مايو 2014. داكوغ. من بيسك 20 سنة أنا عرست. 14 قديش عمرك؟ 20 سنة. إي عاد. هكاك بزون 20 سنة عرست. توا في 28 معناها 28 سنة. فهمني؟ وتو كل حد صارت مشاكل بيني أنا وخوها، تغشت هي وهزت روحها، فهمني، ومشات هزت صغيرات كذا. هي صغيرة، فهمني، وبخلاف هذايا كله معناها أمي مش راضية عليها وخديتها وحملت، فهمتني، وبنيت وكذا والحمد لله معناها مش مقصر معاها أنا. جمنا فهمني، فحتى حل شيء. تحبها مرتك؟ سنوما نحبها يا اخي. توا؟ اي سنوما نحبها، هي مرت صغاري، ماذا بيا ام صغاري معناها، ماذا بيا ما نعرفش معناها، ربي يهدي وكاو، هذيك شنو نقول معناها. نجم تقول لنا شنو اسباب معناها فشل العلاقه بينك وبينها؟ والله اسباب انا بيني انا وياها، خاطرنا عندنا خوها فهمني، جا نهار العيد سمعني كلام، تعركت انا وياها، مش بضرب وكذا، فهمتني. تركت انا وياه، شكيت بيه هنا، فهمني، توقف هو، ومن بعد عملت له انا سقاط وسمحت وخرج، وشكاي بيا هو، زاد كيف عملني سقاط وخرجنا وكذا، معناها ولاباس، معناها رجعنا بعدنا خير، معناها كي مشيت انا حبيت في صورة مين نرجعها وكذا، ومع شنو قلت لها بدي نستني اني بيه وجه ارجع ودويتك محلوله وكذا، وما صار شيء بيني انا وياه، خلينا نمو صغيرات وكذا، ومع شنو اخي هي قالت لك ليه ما نرجعش وما حبش نسكن في تونس وما نعرفش شنو هي وما نعرفش شنو. قلت لها انا ديجا انا داري فريان، انا نسكن في سيدي صوفيا معناها في بوجوزيه، معناها داري غادي انا تو حد انا داري غادي معناها، فهمت كيفاش. قالت لك ليه انا ما عادش تساعدني، فهمتني، ما يكذبش عليك، انا وين نروح داني نحس بروحي وغصه هكا، مش حلت لي الدار، فهمتني فهمني، هذيك علاش ماذا بيا انا مرايتي بحذايا وليدي بحذايا كذا، ما عرفت شنو هيك تشوف وضع بلادي، انا كنت نسكن، انا كنت نشم، انا كنت نكيف، انا كنت حتى شيء، تو كي انا كي شفت روحي بيني روحي اربع حيوت، وليت فهمني، وليت نشرب، وليت فهمني، ما عرفتش فهمتي، وليت هيك تشوف وقايد انا وقتاش انا ما نروحش داري، علاش خاطر كي نروح داري نخمم في برشا حاجات. في تونس؟
داري انا اي داري انا في بوجوزيف ريانا نسكن انا وهي فهمني في جربها فهمني هذيك انا عندي ايش ما صغاري انا صغاري 4 سنين ما يتهمش توا انا 4 سنين كي جيت نحكي معاهم قالت لك ليه انا نشوف قانون الحاكم برا المحكمه وتشوف ولادك بقانون الحاكم يا ليدي قلت لهم اولادي رغم كل شيء مش من حقها تحرمك من صغارك هي سنه ما فهمتني مش من حقهم هما فهمتني يحموا من صغاري اما اخويا هذيك هي حياتي هذيك هي الدنيا انا كي مشيت تليت على اولادي غزالي ودي قال لي بابا توحشك حاب نجيب حذاك قلت له انا بالاسم انا ما عندي حتى مزايد داركم محلوله ودي جا ونطلب فيها واني تو قدامك نطلبها ساعات تهديها ربي تهز التليفون ساعات ما يهديهاش ربي ما تهزش التليفون علاش انا شعملت لها ما عملت لها حتى بروجرام مشيت لمركز ميدون بالجربه فهمتني باش على اساس باش نقابل ولادي وكذا قالوا لي اسمكم تشوف ولادك الا بقانون محكم يا اخي انا شنو قالوا من ولادي هذوكم معناها انا اخويا ما نمشي نطرب حد شيء طر من قيس سعيد اخويا شوفونا شوفونا حل نحن الشباب شوفونا حل يا اخويا سيبنا اخويا خلينا نهجروا من البلاد ولا اخويا نحونا حكايه النفقه وحكايه هذوما كلها نحوها ندمت على الزواج ولا لا والله بالعكس عمري ما ندمت انا على الزواج ما نندمش بالعكس واحد انا كان عرست بالعكس انا حسيت بروحي متفهز مرة بصفة عامة بعدك أكو شيء بعدك أفسد معناها فهمت بعدتك ولا سنة ما بعدتني هي وقت اتفقت هي وليت جعلت أنا في معناها نسكر وليت فهمني نعمل كل شيء علاش خاطر في الدنيا هذيا فهمني ولا ما لقيت روحي وحدي لا بو لا أم لا تترجعها والله حولت الماكسيموم فهمت أبوك وين؟ شيء متوفي وامي ديجا في تونس انا فهمني وانا قاعد وحدي في الدايلي معناها عايش في الداري معناها فهمت كيفاش بوجوزي داري في ريانا فهمني وفهمني كاو معناها ما ذكرش نقول معناها الحمد لله معناها هاك نخدم ونكمل 7 الخدمه فهمني ونروح فهمني حل دويتي موجود موظلها كل شيء معناها تلبس زوجتك رافضه انها ترجع لك؟ اي نبدا ترجع ما حابش تهبط تونس معناها انا قلت لك انا اخويا ما نرجعش تونس وما حاشش نرجع معك لو كنت تتفرج فيك شنو تحب تقولها؟ شنو الميساج تحب توصله لها؟ انا حاجه برك تحب نقول لها قولها يا بنت الناس ربي يهديك وربي يصلح حالك ودنيا ذي صحيح الدنيا انا حتى انا اخويا غلطت ولا حاجه مساج سامحني فهمني وربي يهديك هذيك شنو نقول معناها نحكي معك معناها ما عندي حتى حل يا اخي وتعرفني معناها انا ديما تقعد مرتي تقعد ام صغاري فهمني معناها لا اكثر لا اقل انا نطلب حاجه برك منك اخويا كي تحب ترجع اخويا دارك هي محلوله في كل وقت علاش باش نوصلوا نحن نتلاقوا وباش نوصلوا قداش عمرها زوجتك؟ ايه بلاس 33 سنه هي في السنه هذيك هي اكبر مني فهمني هي خدمت معايا ديجا في الوتي وفهمني وتعرفت عليها في الوتي وفهمني كتب مكتوب وفهمتي وكهو فهمتي بالنسبه انا ما عندي حتى بروجرام ناخر وكهو علاش نوصلوا نحن ونوصلوا المحاكم ونوصلوا الحاكم ونوصلوا كذا هذا كله بالنسبه انا حكايه فيها اخويا انا مطلوب من قيس سعيد اخويا شوف لنا نحل نحن نحونا اخويا حكايه النفقه هي نحو انا هما بصفه عامه ياتي حد كي باش يخرجوا من دارهم حكايه النفقه انا ما عملت شيء هي تعركت انا واخوها فهمتني ما عملت حتى شيء معناها لا عملت حتى شيء تعرفت انا خويا شكيت انا وعملت له سقاط وبعده بشاش كابية فهمتني ولا هبط انا وشاش شهرين حبس معناها انا ما مسيتوش وما ضربتيش هو بالعكس هو جاري داري هو تهدد علي معناها هو يحب يضربني معناها وهو عندي كل شيء عندي كف تفتيش وعندي كل شيء معناها وديجا وعملت المحامي ومشيت الجربه وفرزيت مشكلتي فهمتي وعطوني اختي فهمتني ومعناها ما انا مش ما نحبش نوصل من الشيء هذا فهمتني وانا ديجا نجم نقدم بها قضايا ونجم كذا اما ليه ديما نخزر لها عشان نخزر ولادي ونخزر برشا حاجات فهمتني دونك انا حاجه برك نحب نقول لها قول لقيس سعيد يا قيس سعيد يا حم وديك يا ربي يبارك لك خويا نحو حكايه النفقه هاي حكايه النفقه هاي الناس توزت فيها اشترهم هم في الحبس او بالرسمي هم اشترهم في الحبس معناها نحو هم حكايه النفقه الناس كلها تسويهم كلها تشد ديارها تشد ديالها حتى ما يخدم نورمال على خالتي انا مرتي ولادي كسر الحجر وكسر حيوت كذا فهمتي وكلهم شربوا ولبسها